يقول هل الأجر واحد إذا صليت الوتر في أول الليل أو في آخره؟ الأجر فيه أجر والله الحمد لكل الليل، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. الوتر في آخر الليل لمن يثق في قيامه أفضل من الوتر في أول الليل، وأما من لا يثق في قيامه فإنه يوتر قبل أن ينام من أول الليل. لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر على حفظ الحديث وحفظ السنة ثم ينام، قال له النبي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام خشية أن يترك الوتر. نعم.